الله لا طاعة لمخلوق معصوم خالق هذا حديث ولا قاعدة صحيح صحيح الله يسلمك بالله بالإسلام أبين الشيخ الرقية 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 بالقرآن والسنة فهي جائزة وهي المقصودة بقوله عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلا فعل. وماذا تقول من الكتاب والسنة؟ ماذا تقول من الكتاب والسنة؟ يعني واحد يأخذها من الكتاب والسنة ماذا يأخذ؟ السنة فيها نصوص معروف يعني اللهم رب الناس أمين الله اشفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء دوغا من شخبه تناسب الوضع المريض الذي هو فيه واختاره وهذا الذي يرخي ينبغي أن يكون حظما القرآن يعني يختار لكل مناسبة ما يناسبه. جزاك الله خيرا. بالنسبة لوقوفك على تمام هذا هل يلمي ذلك النباك فقه السنة صحيح من وانظر شوية طبعا الوقت وقد وقد شيء قديم ولذلك نختصر الموضوع. الخطة أن أختار الأحاديث الضعيفة منه في رسالة خاصة في كتاب خاص بلا شك وقد كنا بدأنا يعني كخطوة ونسأل الله عز وجل أن يتبعها. بالنسبة للسلسلة الصحيحة هذا يا أبو عبد الله السلسلة الصحيحة حتى الطبع الخامس من الصحيحة الضعيفة حتى الطبع حتى الطبع